احنا الان في محل الحادث. امامنا الجملونات الثلاثة فيها صناديق الاقتراع المهمة والاكثر، وهذه الجملونات لم تصلها ألسن الان لحد هذه اللحظة. يعني تعمل وسائل الان مديرية الدفاع المدني على العزل بين الجملون الذي يحترق وبين الجملونات الثلاثة التي تحتوي صناديق الاقتراع هناك. يعني أكلة ومواد تخص المفوضية، قد يحتمل أن يكون هناك بعض الصناديق، لا حتى قد يكون هناك بعض الصناديق أو بعض الوثائق، إلا أن الصناديق المهمة هي في الجملونات الثلاثة الموجودة واللي تم يعني السيطرة بعدم استخدام الإيراد إلى هذه الجملونات. هذا الآن ما لدينا، وإن شاء الله يعني معنا الأخ مدير عام الدفاع المدني أيضا يعني عملية استبدالها وتناوبها مستمرة، وإن شاء الله بعد قليل أيضا نعطي الموقف.